السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني، أتمنى تكونوا بخير وأحوالكم إن شاء الله بخير. دائما مع فيديو جديد مع إفادة جديدة. في هذا الفيديو إن شاء الله ما كانش اللي ما عندوش الهاتف، أي واحد عنده الهاتف فيه فيسبوك، فيه الانستغرام، فيه الجيميل، وفي هذا الهاتف ضروري شي مرات كتنسى الموت باس ديال هذا الجيميل ولا ديال الفيسبوك ولا الانستغرام. فهذا الشرح إن شاء الله غادي نشرح لكم الطريقة باش تعرف آخر موت باس دايرو في هذه المواقع. ما عليك غير تتبع الفيديو و دعمنا وتشارك في القناة باش يوصلك كل جديد. طريقة رائعة وجديدة، ما عليك غير تتبع الفيديو حتى التالي باش تكون الأمور واضحة. على بركة الله غادي نقوم بالدخول إلى جوجل كروم على المتصفح. نقوم بالضغط على المتصفح ثم نقوم بالضغط على 3 نقاط على الصفحة. من بعد كنهبطو للبارامتر، وفي هاد الحالة خص هاد الخانة تكون من اكتيفيا باش اي موت باس لاي موقع درتيه غادي يكون مخبي في هاد الخاصية. من بعد غادي نهبطو لهاد موت باس. هنا غادي تلقى كل شيء مجموع هنا لي المواقع اللي دخلتي ليها بالموت باس وبالايميل وباي حاجة او حتى الفيسبوك، كل شيء غادي يكون هنا. الا دخلت غندي عندي الخصوصيات هنا ما غاديش نبينها، داكشي علاش ما غاديش نبين الخصوصيات ديالي. المهم كل شيء كاين هنا كما كتشوفوا، اي حاجه دخلتي ليها غادي تلقى الكود